علي العين وانا بعيني دمعي كسر قلبي الزمن من دون ربعي علي العين وانا بعيني دمعي كسر قلبي الزمن من دون ربعي لا رحمتني مرة بس عاني يا مجروح حملني زماني لا رحمتني مرة بس عاني يا مجروح حملني زماني صرخ قلبي وزماني صرخ صوتي صرخ قلبي وزماني صرخ صوتي وما لي غير رب اشكي له وادعي وما لي غير رب اشكي له وادعي امشي وثار جرح بقلبي شلته عطشان ولقيت المرجى راته امشي وثار جرح بقلبي شلته عطشان ولقيت المرجى راته وصلت الموت منفاسي الأخيرة عشيرة تشيني عشيرة وصلت الموت لانفاسي الأخيرة عشيرة تشيني ذبني عشيرة ولا واحد عرفني وفهم طبعي وما لي غير رب اشكي له وادعي وما لي غير رب اشكي له وادعي علي العين وانا بعيني دمعي كسر قلبي الزمن من دون ربعي يبا اريد انجدك خير يا فارس يبا ليه خذيت الضيف لشيك سلطان حنا وش نساوي هذا يبا هذه عاداتنا وتقاليدنا وشيخ الدير الحين ولد عمك سلطان يبا لا تزعل مني لكن وش سوينا في حالنا ما سويت غير مخافة ربنا يا ولدي انت ليه متكدر يبا الضيف اللي فانا ومعاه حريم لزوم يقرب من الديرة ما يصير يظل بطرافها وانت تظن هذا الشيء يفوت على ابوك انا قلت لنواش يبني لهم بيت قريب من بيتنا ادري يبا انك ما تقصر يبا اريدك بسالفة قول يا فارس ترخص لي يبا ودي اطلع ادور اختي وين ودك تدورها يا ولدي؟ وين؟ أنا ما خليت بيتشاني اللي دورت بيه قل لي وين ودك تمشي؟ وين ودك تدورها؟ أريد أبدأ من المكان اللي جاء منه نوفان يا ولدي يا مشعل أنت شربت فنجال دمديب البراري لكن الزوم بالأول نتوكد أنه هو اللي خطف أختك يبا وكاد هذا النذل يريد فدوه ياخذ اللي وده اياه المهم بنتي ترجع لي سالمه غانمه بيش تفكر يبا
أشوف الشيخ مجحم بنى بيت للضيوف. هو أنت غشيمة عن كرم الشيخ مجحم يا يما؟ ما أدري يا يما، قلبي مو مرتاح لهم، أحس عيونهم تلمع مثل الثعالب. حرام عليك يما، الجماعة مبين عليهم أوادم وللحين ما شفنا خيرهم من شرهم. مدري يا يما، قلبي مو مطمن لهم أبد. الحين أخذ الزادة ودي لهم وأفهم من نسمة وش سالفتهم. نسمة؟ قوله زوبعة، قوله عاصفة، نار بالله علاش لا تقوله نسمة. طال عمرك، وش ناوي تساوي بالبنية؟ ريت فدية من أبوها والمال يجيب سلاح ورجال. فدية؟ ومن يطلبها؟ أنت. ملكت غيري يا الشيخ، سبع أولى. حين أقول أنت يعني أنت. يا الشيخ أنا مطلوب للقاضي مثقال. ولأنك مطلوب المثقال أريدك تدخل بيته وما يقدر يسوي لك شيء. والحين أعلمك وش نساوي بالفدوة. أقول يا النسام، خلنا نفترق الحين، لأن إن شافنا ذيب راح يعرفنا. خلينا كل واحد يروح منا بدرب، وانت روح من هذا الناح، وانت من هذا الناح، وانت من هذا الناح. يلا توكل على الله. يا هلا يا هلا بعطاف، يا هلا من مهلك طال عمرك، يا هلا بالضيف، حياك الله حياك الله. زارتنا نبركم، تفضل. بعاد على امر رجال ميل فونسيكا. تريد نصيحه اخوك يا شيخ سطام؟ انا اقول انك تعجل بالزواج والبنت القاضي الشيخ مثقال، لانه يوم تناسب الشيخ مثقال ما حد يتخلى عنك. الموضوع ما هو بيدي، مجحم ما هو قابل اروح معه، والهنوف رافضه بعد. انا اقول انك تروح يوم ديرت الشيخ متعب وتشوف كم شيخ من الشيوخ المعروفين من الشيوخ العرب، تاخذهم يوم ديرت القاضي تطلب يد بنته. هاي رضوان، قلت ودك اياني خلاوي وهذا احنا من حالنا، قول وش ادك يا شيخ مجحم؟ اريد ابوح لك بسري، أريد أعلمك ليه جيت درتكم. يا رضوان، من رجلك طبت ديرتنا وانت واحد منا، ان ضيفنا معزز مكرم. تحب تقول قول، ما تحب بكيفك، ما حد يغصبك. لا بالله يا شيخ، انت شيخ انا مؤصل ولازم أعلمك بالسالفة. سولف يا رضوان أنا أسمعك. أنا ذبحت ولد أخوي يا شيخ. ذبحت ولد أخوك؟ كيف ذبحته وليه؟ الحين لما تسمع السالفة يا شيخ تحكم. أنا مالي من العيال غير البنت، مالي غير نسمة، وأخوي الله يرحمه له من العيال سبعة. تشديت أنا ولد أخوي يا شيخ، وقام رفع البرودة على نسمة وقال يا ذبحها ياخذ المال والحلال. ما شفت حالي غير وإني قاض بالشبرية وضاربه بظهره، ووقع قدامي يا شيخ، خضيت بنتي وحرمتي وقضبت الضرب، ما شفت حالي غير بدرتكم. الخسيس الردي، انت وش عملت؟ انت ما انت غلطان، ان دفعت عن عرضك ومالك انت من الحين بحمايتي، وما يصيبك ضي ما بت. عيال عمي ما يحبوني، هم طمعانين بثروة ابوي وماله، وانا اريد واحد من الديرة. جا وخطبني من ابوي، ابوي وافق لكن قال على عادة العربان وده ياخذ راي ولاد عمي. ايه وش صار بعد؟ وكاد ان عيال اعمامك ما وافقوا. عيال عمامي ما يحبون بعضهم، وهم يريدون ورثة أبوي،
ولها السبب وافقوا اني اتزوج اللي اريده. لعاد وين المشكله؟ في يوم جاء ولد عمي بالليل وقال انه غير رايه، وكان ابوي يعطى كلمه للرجل اللي يريدني. من يومها واحنا دايرين على وجوهنا حتى لفينا هان، ما بقالنا لا اهل ولا ديره. لا يا نسمة، حنا هلك وديرتك وتعتبرينا نختك بعد. قمر انا ما ادري ليه ارتحت لك وخبرتك عن سرنا. ابوي لو يدري يرحل عن الديره. بالله ما تخبري احد. لا يا نسمة لا تخافين، سرك كبير واي شيء ينقص عليش تراني سداده. كثر الله خيرك يا بنت الاجواد، ترى الله ساق لي اياك حتى ما احس بغربه بهالديره. ومثل ما قلت لك تعتبرين اختك، وهذا البيت بيتك، وقت ما تحبين تجين حياك الله. ترانا بالهم سوا يا نسمه، وانا الحين اعلمك سالفتي واقول لك ليش حنا بالديره. انا اشوف ان الراي اللي قاله دعاج زين، اشوف الشيوخ معروفين اروح بيهم يم ديره الشيخ متقال. هذا دعاج صاير يفهم من متى. حرام عليك يا وطن، الرجل مستعد يرمي روحه للموت لاجلك، وانت للحين ما تطيح كلمه. كل مره يسال الشيخ وطفش قالت، الشيخ وطفش قالت، وانا اقول له تمهل اصبر، وانت للحين ساكته. وش جرى لعقلك يا سلطان؟ انا بنت الحسب والنسب، تريدني اتزوج ذاك الساقط؟ بالله مقبل بيقها وجيب بيتي. وش يعني نضحك على الرجل؟ ما انت اول شيخ ولا اخر شيخ يكذب. انا وطفه ما اخذ نسب غير يرفع الراس. وين ما جاه النسب تظلين عزبه؟ اظل عزبه حتى اموت، ولا اقبل اسمي روحي حليله الواحد مثل دعاج. واقول لك شي يا اخوي وما تزعل، يا اخذ فارس يا ما اتزوج احد. فارس ما هو داري بيج، ملحوس عقله بقمر. قمر؟ قمر خلاص ما عاد تهمني. عليم الله لما ترجع من ديرة الشيخ مثقال ما تلاقيها. وين ودها تروح؟ علامة يا وطفة، كما يدور شيء براسك. دعاج، اللي يريد وطفة بنت الشيخ منور واخت الشيخ لزوم افعاله تسبق قوله. وانا للحين اسمع ما شفت منك فعل. اريد فعل وما اريدك تفشل هذه المره. انا من يدك هرب، ليدك هرب، مهرين تعلميني ويش اسوي. اريدك تثبت لي انك نشمي وتستحق بنت الشيخ واخت الشيخ. لو تردين ارمي حالي للموت لاجلك ما قصرت. ما اريدك ترمي حالك على الموت، اريدك تفهم اللي اقول لك اياه وتساوي زين. اريدك تروح يم ديرة الشيخ مصلط. ديرة مصلط؟ اي اروح. مير وش بدك اسوي؟ اريدك تروح يم ديرة الشيخ مصلط وتعلم ان قمر بنت الشيخ سلمان وامها هان بالديره. تقدر تساوي هالشيء ولا صعب؟ لا بالله ما هو صعب. يوبا للحين ما اعطيتني جواب. جواب ايش يا ولدي؟ كانك نسيت الموضوع يوبا. قلت لك اريد انهج ادور اختي وللحين ما رخصت لي. لا بالله ما نسيت. انا يا ولدي بتمنى بالدنيا هذه غير شيئين. الشيء الاول اني الاقي اختك واحضنها واقدر اعوضها عن سنين الحرمان اللي عاشتها. والشيء الثاني أن أشوفك متزوج وأشوف عيالك. تريد الصحيح يوبا؟ أنا طلعت لهالشيئين، الأول أدور أختي والثاني أدور السياق القمر، وعلى الله تكون حليلتي. ما أدري وش أقول لك يا فارس، لكن خلني أفكر بالأول وبعدين أرد لك جواب. ليش تفكر يوبا؟ هذه السالفة ما تحتاج تفكير. أفكر يا ولدي إن علم أمك بالسالفة، لكن ما أدري وش يكون ردها. الصحيح يوبا أنا هوجس بشيء وأريدك تعلم بيه. وش هو؟ وش رأيك أروح يم ديرة خوالي وأشوف الشيخ مثقال وأعلمه بالسالفة وأجيبه معي هذا، وهو اللي يعلم أمي. وأنت عارف يوبا إن أمي الهنوف
واترك طلب للشيخ مذكور. يبا هذه السالفة تختلف عن أي سالفة. تركت قمر والحين صارت تركتك اكثر مني. الصدق اني حبيت قمر وحبيتك انت بعد. مرجه احنا خوات سنتين والحين صرنا ثلاث. اسمه مرت بظروف صعبه ما يعلم بيها الا ربنا، ولزوم حنا نسري عنها. دوم بيجي الخير يا قمر. مرجه قمر اريد اسالكن سؤال. اسالي اللي تحبيه. اخت الشيخ سطام؟ ايه وطفه علامه اخت الشيخ. المفروض انها ترحب بضيوف الديره وتشوف الناقصهم شيء. مريهي للحين ما طلت علينا، وش بيها؟ هي دوم هيك بيها كبره المسيوف. مع اني زعلان عليك، لكن انت شويري وذراع اليمين، ومريد احد بالديره يعرف الخلاف اللي بيناتنا. اجل هالشي اريدك تكون شيخ الديره لحد ما عاود من ديره الشيخ مدقال. سطام انا اريدك تعرفه، ترى انا احبك على ايام ما كنت عيل صغير، يوم مات ابوك وانت عيل صغير وانا احبك. المهم الحين مريد خلاف بالديره، أريد رجال يحرسون الديرة والمال والحلال وكل شيء، افتهمت؟ تم طال عمرك، ما يكون خاطرك إلا طيب. قلتك وش يقول عمي مشحن؟ حين يعرف إني حطيتك الشيخ بدالي وأنا برا الديرة. يقولوا اللي يقولوه، أنت حين تحطني شيخ بمكانك والشيخ مجحن موجود بالديرة، ترى كل أهل الديرة يحسبونك ألف حساب. يقولوا هذا هو الشيخ سطام، حط الشيخ نوفان مكانه وما همه أحد، وترك عمه وولد عمه وهم من الشيوخ الديرة، أي هذه كبيرة بحقهم. وهذا شرختي بعد الشيخة وطفة شيخة وبنت الشيوخ وعقلها يوزن جبه. نوفان إلزم حدك ولا غير رأيي؟ لا يا طويل العمر كل شيء ولا تغير رأيك، ترى كل مناي بالدنيا إن أصير شيخ عشيرة ولو اليوم واحد قبل ما موت. هذا أنت بعد عندك طمع بالشيخة نوفان. والله 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 إن غدرت لكون ذباحك، افتهمت؟ وش هالخبايص اللي تصير بالديرة؟ أنا قاعد بديرة شيخة نوفان الدواج. نوفان وش رايح فارس وعمي مجحن باللي يصير يا خالة؟ فارس مقهور، غير إنه ما يريد يزاحل أبوه وفكر يترك الديرة وينهج. يترك الديرة؟ وين وده ينهج؟ يمه تعالي يمه فارس، ما بي حدا غريب، هاي قمر. شلونك فلبون؟ خير، وانت شلونك يا فارس؟ اسمع يا قمر، وانت يا فارس قولي. هذا ما سمعت يا خالة. انا ما انام الليل وانا افكر بمسألتكم، وشلون الاقي لها الحل؟ لقيت الحل؟ اي بالله لقيت الحل. قمر توافق وتحط شرطها، غير ما يكون راس اللي قتل ابوها، يكون اللي ذبح ابوها حي وهي حرة، تريد تقتله أو تعفي عنه. وفارس ما يقتل أحد وما صل سارات بين العربان، وانت توافق يا فارس وكاد انك تقدر تحقق الشرط. Thank you.
يا خالة هنوف. هلا يا قمر. شلونك يا خال؟ هلا يمه. ما عرفتي وش قرار فارس؟ متلهفة عليه يا قمر. الله يجمعكم ببيت واحد وتكونين خليلة له. شلونك يا قمر؟ الحمد لله بخير. وانت شلونك يا فارس؟ الحمد لله، لكن هموم الديرة كثرت يا القمر. الله يصبر. أي أمه طلبتيني؟ أي أمه، أريدك تطلع على ضيوفنا الجداد وتشوف إن ناقصهم شيء تخبرني. أصيلة هو بنت صايل يا أمه. قمر، أريدك باكر بس تصيرين حليلة لي وبيتنا، تصيرين مثل أمي. الله كريم. سلم عليكم. بمان الله. انطلت عليهم الحيلة، انطلت عليهم من الشيخ للفداوي. هايبة، وش سويت للحين؟ كل شيء مثل ما خطط له الشيخ مصلت، والحين أنا وقمر مثل ما هي تقول أكثر من الإخوات. عفية، أريدك تدز الطارش للشيخ مصلت وتقول له يبعث الفرسان. يبا، أنت متوكدة أنش تقدري؟ متوكدة. كل يوم فضة وقمر يشربن الشنينة ويقول ما في مثل شنينتج قبل النوم. وأنا بعد اليوم سمعت شيء ارتحت له، كنت خايف ان فارس ولد مجحم يكون بالديرة يوم يلفون فرساننا. مير باكر مع فشط الضوء مغادر. لعاد الدز الطارش للشيخ مصلت الحين. ريفج، يا ريفج. ابوي النشمي، اريدك تركب الفرس وتنحاش مثل هبوب الريح، ما تقف الا بالديرة، تفوت على الشيخ مصلت وتعلمه على لساني، تقول له يقول لك عويد البن انحمس والقهوة هوايمة والريدة الدلة. أبوي النشمي انحاش. أنا الحين أريد أتعلل يم وطفة، وانت روح تعلل يم الشيخ مجحم. زين يبا، وريدك ترتبي كل شيء، ترى أي غلط قد ما يكون صغير تروح بيه رقابنا. ما يهمك، عملت شيء أكبر من هذا بكثير. كيف؟ وش سويتي؟ وش سويتي وما علمتيني؟ أعلمك وكاد أعلمك مرمو الحين. خلنا الحين نتعلل يم الجماعة ونشوف وش الأخبار. شو توخرتي يا ذيبة؟ وش اللي تقولي لحد يسمعك؟ أنا الحين اسمي نسمة مو ذيبة. تدري إن هالاسم هذا لا يقلك؟ الحين قولي لي وش اللي صار، أريد أعرف كل صغيرة وكبيرة. الحين تثق بي مثل أخت لها وأكثر، وعن قريب رجال الشيخ مصلت يجون ويصير كل شيء مثل ما ودك، والحين يدك على المجيدية. أنت ما تشبعي؟
إيه بالمجيديات أنا مشبع. أمس انطيتك 10 مجيديات. أريد مثل هذا الحلق. أنت حطيتي عينك على هذا الحلق، لكن أوعدك لو صار اللي اتفقنا عليه لانطيتش إياه. يا هلا يا هلا بالضيوف، يا هلا بعطاف، يا هلا برضوان. إيه، انت وش اسمك يا الضيف؟ رضوان. اسمي رضوان. انت وايش اسمك؟ لله ما علمك عن اسمي لانك ما علمتني عن اسمك. رضوان ونسمه وزهور. ايه كله زين. اقول انصيص لا تضايق الضيف. لا بالله يا شيخ ما انا متضايق منه، الرجل على باب الله. قل لي يا رضوان انا وين شايفك؟ انا وين ودك تشوفني؟ وكاد هان بشق الشيخ. ترخص لي يا شيخ، تراني تعبت واريد انام. تفضل. الله يجازي بلايشك يا نصيص. علامك يا عويد. يا رضوى انت ما تفهمي، دائما اقول لك لا تقولي لي عويد هان، بديره لا تقولي لي عويد. الضيف اللي عند الشيخ مجحم اللي اسمه عطاف يقول انه شافني مين ما يتذكر، اخاف انه يكون عارف من انا. وش يعلمه؟ وكاد شافني ببيت الشيخ مصلب، ولا هان ولا هان ما ادري. المهم يا ذيبة، الزوم نوفي اللي بديناه لجنة نهج. ايوبا وكاد. والحين علميني ويش قالت لك وطفة؟ وكاد انطتك مجديات. لا يوبا، قالت بعدين. فكني انا بنت الشيخ مثقال، فكني وانا خلي ابوي ينطيك قد ما ينطيك الذيب 100 مرة. ما اقدر، الذيب يذبحني ويرمي لحمي للكلاب. وش تريدين منه؟ أريد نسولف، تعبت من الربط والحبس. أريد أسألك، وكاد إنك تعرفين قمر بنت الشيخ سلمان اللي خطفتني من الديرة. إيه أعرفها، غير ما أعلم إنها خطفتك من الديرة. لا عاد أنا، مين اللي جابني هان؟ أريدك تسولفي لي عنها، ومن طلا ما تجذبين علي. زينة، ما بي مثلها بحريم العرب. قمر زينة؟ وش هالزين هذا؟ المهم الحين تقدري تعاونيني وانا خلي ابوي ينطيج قد ما تريدي من المال. وايش رايك؟ وطفة وطفة. اي انصيص، تريد تاكل؟ لا ما اريد اكل، اريد مجيديات. وش تسوي بالمجيديات؟ وشلون وش اسوي بالمجيديات؟ ها يعني تنطين الضيف نشمة مجيديات وبتنطيني؟ هذه ما اسمها نشمة، اسمها ذيبة. وانت ويش دراك ان اسمها ذيبة؟ اعلمك وما تعلم احد. ها بالامس نمت يم بيتهم وسمعت كل الهرج. اسمع يا انصيص، هذول اغراض وكاد يخافون يقولون أساميهم. أريد مجيديتي. مثل ما ودك وما تزعل، لكن ما أريد أحد يدري أني انطيت نسمة شيء، وما أريد أحد يعلم أنك سمعتهم وتنام يم بيتهم، لأن عم الشيخ مجحم وفارس يزعلون. تسلمي تسلمي يا وطفة. أطوان أشوف البواريد قديمة. البواريد الجديدة شاحها الأيام يا شيخ، وهذا هو اللي لقيته وجبته. وقديش تريد ثمنها؟ اللي تشوفه يا شيخ، اللي تشوفه. أطول الشيخ ديب يحب الحبل. أنت تطلب؟
وانا ادفع. ميت يا شيخ، اريدك تزوجني قمر يا شيخ. تريد اخطف قمر واجوزك اياها وهي مطلوبه للقاضي؟ لا طويل العمر، لكن اقول انك تخوفها تهاب منك، يجوز انها توافق وتزوجني. وش قلت يا شيخ؟ وش سمعت؟ سمعت يا شيخ انه انت وقمر يعني مثل ما تقول انها ما تخلف لك ابد. انا ديب البراري، الكل يهابني ويسمع كلامي. والحين خلنا من سالفة قمر، وقل لي وش دفعت ثمن البواريد؟ ايه تريد تدفع؟ زين ما يخالف، 200 مجيدية يا شيخ. عطوان حرامي يسرق حرامي، أعطيك 100 مجيدية. اللي تريده يا شيخ، 100 مجيدية. زين أريد شيء ثاني، أريد رجال، رجال يا عطوان. إيه أحاول يا شيخ أحاول. عطوان أقدر يا شيخ، أقدر أقدر أجيب لك اللي تريده. توصين شي يا خالة فضة؟ ما ودي غير سلامتك يا وليدي، دير بالك على حالك وإن شاء الله تنول اللي بدارك. بمان الله يا وليدي. أنا لزوم أطلع أدور السياقج، وبإذن الله ما توخر. لا توخر كثير يا فارس، تراني استناك. ما راح تنتظرين كثير قمر. تدرين إني أشتاق لك قبل أطلع من الديرة، واني ماني عارفه كيف اصبر حتى ترجع. عاودوا معي سياقك باذن الله وتكوني حليلتي. فارس حبيبتي، كني على شفت الصمت، باقي حروف حتفها لا حكيتي. يا كيف بوصف لهفة ما تكلمت، يكود دمعة حارقة لا بكيتي. دخيل عينك صار لي عام ما نمت، دخيل عينك صار لي عام ما نمت. إلا وفكري شارد به سريت، تسري بفكري وترسي بغير ما رمت. ذابت شواطي لهفتي ولا رسيتي، أنا أذكرني لا بغيت أذكرك همت. وتذكرني لا نسيتك طريتي، واتذكر أنه لا جلس هاجسي قمت. واتذكر انه لا وقف بي مشيت لدمت. يا حظ الردى ايه لدمت، يا مشاركي اسمي ورسمي وصيتي. قالوا تناسى حبها قلت عزمت، انسى هلي وربعي ونفسي وبيتي. ونسيت حبك ايه مدري، توهمت إني طويتك بالحشا وانتهيتي. بس المصيبة ما قويت أخرس الصمت، لا قالك يا بعد حي وميت.
هذا منين اجيب له رجال؟ البواريد وقدرنا ناخذهم من الرجال، لكن وش اقول لهم؟ اقول لهم الشيخ ذي بريدكم قطاع طرق؟ وش اللي حطيته وحق به عطوان؟ وش سويت؟ علامك يا شيخ عطوان، ما تكلمت من قعدنا، عسى ما شر. لا بي بي شر كبير بعد. شيخ عطوان بواريده جديده ما جتنا. هذا هو الشر بعينه. تاجر السلاح اللي وده يجيب لنا البواريد غزاها الشيخ ذيب البراري، ذبحه وخذ البواريد منه. ويش يعني خسرنا بواريدنا؟ الله يعوض عليكم. شيء حالة فضة؟ ما ودي غير سلامتك يا بليل، دير بالك على حالك وإن شاء الله هتنونا اللي بتاعك. بمان الله يا بليل. أنا لسوم نطلع دور السيادات وبدنا الله ما توخر. ما توخر كثير يا فارس، تراني استناك. ما رح تنتظرين كثير. قم تدريني نشتاق لك قبل نطلع من الديرة، واني ماني عارفه كيف اصبر حتى ترجع. عاودوا معي سياقك باذن الله وتكوني حليلتي. فارس باكر توقع بيدي يا بنت سلمى. بسيطة يا قمر، بسيطة يا بنت سلمان. يوبا روح انت نام وانا قاعد جنب عنات. يوبا شلون انام؟ النوم طار من عيوني. انا ما نام غير اخذ بثارك. يوبا الشيخ سلمان مات وشبع موت. صح يوبا، حنا والمرباع من متى عداوة؟ يوه يا بوي، الأيام جدي وجدك عمرنا ما تصافينا. يوم نغزيهم ونغلبهم، يوم يغزونا ويغلبونا. يوبا الشيخ سلمان مات واللي قتله رباح لي قهويك. هذا أنت يوبا أخذت بثارك طاق طاقين.
وضحكت لك يا ولد. ابسط يا عم، ما بقل ألف طعنة من عذاب، والف جرحة والف وجدة والف هم، هي ثواني وابتدت بالانسحاب من حياتي كل لحظة من ألم. كانت الدنيا كما جنح الغراب، خرمس الديجور في صمت وطم، وكن برق لاحلي أو كن شهاب، انحدر لنرتكى عند القدم. التمسته في يمين من هاب، شي مدري هو حقيقة أو وهم، ابتديت انفض عنه هاك التراب، خفت لا منه غدالي فيه حم، كنه البركان ثار ومنه ثاب، مارد من نار في وسط العتم. يا عجب يا للعجب يا للعجاب، حلم لا بالله ابد ما هو بحلم، لا بالله ابد ما هو قمار.